कॉम्पिटिशन में सिर्फ कीरती नहीं लेकिन उसके साथ तजवीज मखारिज हिफ्स को मद्देनजर रखते हुए जज किया जाएगा। नाउ लेट्स वेलकम खान बुशा गफूर फ्रॉम स्टैंडर्ड फिफ्थ हु विल रिसाइट सूरह इन्फितार। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله what a beautiful recitation let's welcome Qureshi Mazirfan from standard 5th who will recite Surah Al-Infitar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته MashaAllah, what a beautiful recitation. Let's welcome Sheikh Ashraful Azad from Standard 5th who will recite Surah Al-Infitar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته MashaAllah, what a beautiful recitation.
Now let's welcome Sheikh Bushra Javed from 6th standard, who will recite Surah Naba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amma yatasalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. MashaAllah, what a beautiful recitation. Let's welcome Sheikh Sufyan Rafiq from 6th Standard, who will recite Surah Naba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. MashaAllah, what a beautiful recitation. Let's welcome Khan Aina Rafiq from 6th Standard, who will recite Surah Naba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله, what a beautiful recitation. Now let's welcome Sheikh Abdullah Akil from 7th Standard, who will recite Surah Rahman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته MashaAllah, what a beautiful recitation. Let's welcome Sheikh Hajra Akil from 7th Standard, who will recite Surah Rahman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته MashaAllah, what a beautiful recitation. Let's welcome Khan Yusuf Firoz from 7th Standard, who will recite Surah Rahman. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته